أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نحن اليوم إن شاء الله نتعامل مع سورة القصص، وهي سورة مكية آياتها 88 آية. تبدأ الصورة بمقدمة كعادة أغلب صور القرآن الكريم، وتتحرك بعد ذلك بالحديث عن قصة موسى وفرعون مصر. يعني القصة جاءت في صور كثيرة، ولكن هنا بتفصل مواضع معينة من هذه القصة، ثم تنتقل الإشارة إلى مؤمن آل فرعون، وهو اسمه حزقيل كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. تتحدث عن انتقال موسى إلى مدين، ومدين سنتوقف عندها قليلا، وتتحدث عن غرق فرعون وجنوده. وبعدين الآيات يعني من 7 ل 43 شملت قصة موسى والفرعون، من 44 ل 59 هي خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوضح فيها بعض المواقف التي مرت برسول الله. ننتقل بعد ذلك إلى يعني نص علمي رائع عن ضرورة تبادل الليل والنهار لحياة الإنسان على الأرض. وكطبيعة القرآن المكي يركز على قضية العقيدة، يعني كل ما يروي قصة من القصص أو واقعة من الأحداث يتكلم عن النهي عن الشرك، قيمة التوحيد، قيمة تعظيم الله سبحانه وتعالى، حتمية البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، والحساب والميزان والصراط، والتأكيد على أن هذه الحياة يعني إلى نهاية، يعني كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. تبدأ السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى طاسين ميم، وقلنا أن هذه المقطعات التي جاءت في مطلع عدد من سور القرآن الكريم هي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي لا يعرف اسم الحرف، يعرف صوت الحرف لكن لا يعرف اسم الحرف، فكان ينطق بألف لام ميم طاسين ميم ألف لام ميم صاد، يعني دليل على أنه كان معلما من قبل الله سبحانه وتعالى. وبعدين تقول تلك آيات الكتاب المبين، يعني معنى إيه هذا تلك آيات الكتاب المبين؟ ربما إحنا أشرنا مرات عديدة أن القصص في القرآن الكريم من أعظم الشهادات على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل قصة جاءت في القرآن الكريم هي شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وبأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. ويتضح ذلك عندما نقارن القصة كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في العهد القديم. والله يا أخواتي العزيزات، يعني وضوح جدا بين. ولذلك أنا كتبت كتاب من جزئين اسمه من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم. يعني هم يتهموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نقل قصص القرآن الكريم من العهد القديم، يقول لك يعني من أين لمحمد يعني هذه المعلومات وهو لم يزور هذه البلاد التي تحدث عنها. يعني هم طبعا لا يؤمنون بالوحي ولا يؤمنون بجبريل عليه السلام، فيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نقل قصص القرآن الكريم من العهد القديم. فأنا بعد ما أعرض القصة بجيب نصها في القرآن وفي السنة، ونصها كما جاء في العهد القديم عربي وإنجليزي، فلاحظ أن العربي قريب جدا للقصة في المصحف، لكن الإنجليزي مشوه تشويه كامل. ممكن أشرت لبعض القضايا، فكل قصة في القرآن الكريم هي شهادة صدق على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب المبين، الواضح، الحق البين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون،
يعني بيأكد أن الصورة متعلقة بقضية موسى عليه السلام وفرعون مصر. بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هنا الإشارة إلى هامان من أعظم معجزات القرآن الكريم. هامان جاء في القرآن 6 مرات، يعني منها 3 مرات في سورة القصص. ولابد المسلم يتوقف عند كل إشارة تاريخية. وأحكي لكم قصة، يعني قصة الجميل عن موضوع فرعون. يعني العهد القديم لم يشر إلى هامان أبدا. صحيح روى قصة فرعون وتتبعه لموسى الذين آمنوا معه وغرقوا، لكن ليس بالتفصيل الذي جاء في القرآن الكريم. يعني لم يقولوا مثلا الأمواج رمت جثة فرعون على الشاطئ، والقرآن يقول اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بيروي لنا موريس بوكاي في كتاب عمل، أنا قلت عمل 3 كتب، الكتاب الأولاني التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ولو المسلمين شطار كان الكتاب يعاد طبعه بملايين النسخ ويوزع في كل أنحاء العالم، النطق باللغة الفرنسية، وإذا كان مترجم إلى الإنجليزي أو العربي يوزع أيضا. والله لو عملنا كده لأسلم أغلب أهل الأرض. عن 3 كتب من أهم ما كتب موريس بوكاي، يعني التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، الكتاب الأول، الكتاب الثاني موسى والفرعون، الكتاب الثالث خلق الإنسان في الكتب المقدسة. 3 كتب دول من أجمل ما يمكن أن يوظف في الدعوة لدين الله في زمن العلم الذي نعيشه. القصة أوردها موريس بوكاي في كتاب له عنوان موسى والفرعون. ليه ركز موريس بوكاي على هذه القصة؟ بيحكي لنا في مؤتمر بندونج من سنوات طويلة، بيقول أنه دعي لمجمع علمي كبير في باريس، وهذا المجمع ليس فرنسيا فقط، مجمع دولي يقول به أكثر من 80 من الحاصلين على جائزة نوبل في الطب، في الهندسة، في العلوم، في مختلف مجالات العلم. فقال لم أجد ما أقدمه لهم في هذه المحاضرة أجمل ولا أوضح من الإعجاز العلمي في وصف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في قضية مراحل الجنين البشري. فقال اندهش الحضور. وبعد ما خلصت المحاضرة وقف رئيس هذا المجمع قال له هل تعقدون مؤتمرات لدراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ قال له نعم. قال له ممكن أنا وسكرتير هذا المجمع نحضر معكم أحد هذه المؤتمرات؟ يعني قالوا بكل سرور. وكان هيئة الإعجاز بتعد المؤتمر بندونج، فقالوا عندنا في التاريخ الفلاني في بندونج في إندونيسيا مؤتمر عن الإعجاز من القرآن الكريم، وأنا بنيابة عن المنظمين للمؤتمر أدعوكما لحضور هذا المؤتمر. للأسف الشديد تغير موعد المؤتمر فلم يتمكن من الحضور، وبعث برسالة لرئيس المؤتمر حملها موريس بوكاي باللغة الفرنسية ومترجمة إلى الإنجليزية والعربية، والله تكتب بماء الذهب، يقولان فيها يعني إن العالم تتهدده الآن يعني كارثة لا يمكن تصورها، وهذه الكارثة تتمثل في التقدم العلمي والتقني المذهل الذي يرافقه انحصار ديني وأخلاقي وسلوكي مذهل كذلك، وهذه الحضارة المادية ستدمر ذاتها بذاتها إن لم نسعفها. يقولون والحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة كانت هي الحضارة الإسلامية. نرجو ألا تحرمونا من حضور مؤتمراتكم المستقبلية حتى نتعلم منكم كيف يمكن لنا رد شعوبنا مرة أخرى إلى معرفة الله. والله يا أخوات أنا عندي نص هذه الرسالة والله بالفرنسية والإنجليزية والعربية، قل يعني تكتب بحروف من الذهب وتوضع على الحيطان. وبين حكى بوكاي قصة ثانية
بيقول أنا بعد ما انتهت المحاضرة وانفعل الحضور بروعة الوصف القرآني لمراحل الجين البشري، فيعني النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. قال يعني في أستاذ يهودي أعرفه جيدا لم يصر أبدا انفعال الناس بالقرآن الكريم بهذه الصورة، فوقف قال له يا سيد بوكاي أن عندي اعتراض على القرآن. قال له تفضل. قال له القرآن بيذكر واحد اسمه هامان، وهامان هذا لم يرد له ذكر في التاريخ المصري القديم، يعني كل اللي اسمه هامان عندنا يعني وزير لأحد حكام بابل، يعني كان يكره اليهود، واليهود طبعا كان بخت نصر قد سباهم وحبسهم في بابل، وهذا الوزير كان يكرههم ويعني كان لا يطيقهم لأنهم أهل خداع عبر التاريخ. فقال هذا الوزير يعني حاول اليهود التخلص منه، فسلطوا امرأة فاتنة يعني التفت على الملك كان اسمه أخشويرش، وكان اسمها استير أو استر، وفيه فصل في العهد القديم اسمه أستر باسم هذه السيدة، وبيروا قصتها أنها يعني ملكت قلب الملك هذا بجمالها وفتنتها وحرضته على الوزير فأعدمه قتله. فقال له أنتوا خدتوا اسم هامان هذا ويعني حطتوه في القرآن الكريم. فقال له يعني أولا تكرار الأسماء أمر وارد، يعني الاسم يتكرر آلاف المرات، يعني إيه اللي خليك تقول إن إحنا خدنا هذا الاسم من القرآن الكريم؟ فبقول ضايقني السؤال، يعني بقول يعني حب أن يطفئ النجاح المحاضرة فأثار هذه المشكلة. فقول والله خرجت من عنده مباشرة إلى رئيس قسم المصريات في جامعة باريس، قال صديقي وسألته هل ورد عليكم يعني في تاريخ مصر القديم اسم هامان؟ قال والله أنا لست مهتما بالأسماء، ولكن في أستاذ ألماني عامل قاموس بجميع الأسماء التي وردت في ورد في الآثار المصرية، يعني اسم القاموس إيه؟ ده له اسم القاموس، وحاطط اسم القاموس عنده اسم مؤلف القاموس اسمه اللامند راتك. فأقوله رحت اشتريت القاموس وفتحت على حرف الاتش وجدت مكتوب بالهيروغليفية وبالألمانية اسم هامان، وأمامه مهندس بناء فرعون المسؤول عن المحاجر والمقالع والحجر إلى آخره. فبقول يعني جبت ورقة فاضية ونقلت فيها اسم هامان يعني بالفرعوني فرعوني الهيروغليفي وبالألمانية ووصفه، وصف عمله يعني المسؤول عن مقالع الأحجار وعملية البناء لفرعون. فبقول رجعت لزميلي هذا في الفرنسي وأطلعته على هذا الورق، قال والله يعني ارجع لصاحب القاموس. قال له طيب ممكن تاخذ لي موعد نروح سويا لصاحب القاموس؟ قال بكل سرور. فقلت ذهبنا، استقبلنا الرجل استقبال جيد وعرضت عليه الورقة اللي أنا خطيت فيها اسم هامان، وقلت له يعني أنا وجدت هذا الاسم في مرجع من القرن السابع الميلادي. قال له استحالة، مين في القرن السابع الميلادي كان يعرف هيروغليفي؟ اللغة الهيروغليفية لم تفك رموزها إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، مين قبل في القرن السابع كان يعرف هيروغليفي؟ قال له استحالة. إيش هذا المرجع؟ قال أنا كنت أخذ معايا ترجمة معاني القرآن الكريم وعلمت على اسمها أمان في كل صورة جي ست مرات وأطلعت عليها. فاندهش الرجل، يعني القرآن يتكلم عن هامان مهندس بناء فرعون، وقال له كل الآثار تقول لنا أنه هو كان المسؤول عن بناء لفرعون. فبقول سألته يعني هل فيه أثر فرعوني في أوروبا عليه اسم هامان؟ قال له نعم، في متحف في فيينا في النمسا اسمه هوف، متحف هوف، فيه باب لأحد المقابر القديمة الفرعونية القديمة عليه اسم هامان.
فبقول انا كده بعاطفه قلت له هل ممكن نزوره سويا؟ قال لنا نزوره سويا. راحوا الثلاثه، الاثنين الفرنسيين والالماني، راحوا الى فيينا ودخلوا متحف هوف هذا، فقرا على بوابه المقبره هذه، يعني واضح جدا هامان المسؤول عن البناء لفرعون. فبقول انا كنت مخبي اسلامي ومش عايز حد يعرف ان انا اسلمت، لان انتم لا تتخيلوا يعني حجم الكراهيه للاسلام في الغرب. وانا يعني وصلت لسن ومكان كبير وقد ادار بسبب اعلان اسلامي، والاسلام بين العبد وربه يعني. فاقول والله لم ادري بنفسي الا وانطق بصوت عالي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والله رواها يعني هذا الرجل موريس بوكاي بعاطفة عجيبة، ويعني يقول العهد القديم لم يذكر اسمه يعني فرعون موسى عليه السلام، بينما هذا الاسم جاء في القرآن الكريم 6 مرات، 3 مرات في سورة القصص، ومرة واحدة في سورة العنكبوت، ومرة ثانية في سورة غافر. وهذه الآية تصف هامان بأنه مهندس بناء فرعون. احنا نتوقف عند 3 مرات دول، لكن ذكر هامان في مطلع هذه الصورة يعني من الشهادات على صدق القرآن الكريم وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبعدين بدأ يتكلم عن قصة سيدنا موسى عليه السلام بشيء من التفصيل، وجاء فيها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقلنا مرات عديدة أن القرآن ذكر القلب وذكر الفؤاد، وأغلب المفسرين كان يقول الفؤاد هو القلب والقلب هو الفؤاد، يعني لا، العلم من أن يكتشف أن عضلة القلب مبطنة من الداخل 40,000 خلية من خلايا الذاكرة التي تلعب دور كبير في التحكم في مشاعر وعواطف وسلوكيات الإنسان. ولذلك القرآن يذكر مرة عديدة لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني ذكر فيه فارق كبير يعني بدور القلب، ليس فقط بضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين وتستقبل الدم النقي لتعاد ضخه إلى باقي أجزاء الجسم. ونحن نعلم الآن يعني أن المخ بالذات لو توقف أو تأخر صعود الدم إليه يموت، الخلايا العصبية تموت، والخلايا العصبية إذا ماتت لا تتجدد. يعني لا يعرف العلم الآن أن الخلايا العصبية يمكن تجددها، يعني باقي خلايا الجسم تتجدد، يعني إذا هلكت خلايا تتجدد، أما الخلايا الأعصاب لا تتجدد. فيقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يعني إيه هذا الكلام؟ هو 40,000 خلية عصبية التي تبطن عضلة القلب هي موطن الذاكرة، موطن العواطف، موطن المشاعر والأحاسيس، موطن كل الانفعالات البشرية. فيقول أصبح فؤاد أم موسى فارغا من خوفها على ابنها، يعني الذي وضعته في اليم والأمواج حملت القفص ولا المركب حط فيها هذا الطفل ومشت بعيد. إن كادت تبدي به، يعني كانت تقول هو ابني، لما مسكته بنت فرعون كادت تقول هو ابني. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذا جاءت كلمة القلب في القرآن الكريم هي تشمل القلب والفؤاد، وذلك الغربيين بيسموا الفؤاد بيقولوا ذا إنر هارت، يعني قلب القلب، يعني الفؤاد هو قلب القلب. إذا ذكر القلب يشمل الفؤاد، لكن إذا ذكر الفؤاد يريد أن يؤكد على يعني مشاعر وأحاسيس ذات أهمية كبيرة. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تنتقل الصورة بعد ذلك إلى قصة موسى
المصري الذي وكزه كم يختلف مع واحد يهودي، استنجد به اليهودي فجاء موسى ووكز المصري فمات. ما كان يقصد أن يقتله ولكن أجنه. أقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. سيدنا رسول الله صلى الله يعني وضح لنا من هو هذا الرجل. يقول هو حزقيل مؤمن آل فرعون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مدح هذا الرجل، يقول سباق الأمم ثلاثة، يعني خير من يسبق من الأمم في الدخول إلى الجنة بعد الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. يقول ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين، يعني لم يخطر على بال الواحد فيهم أن يكفر بالله أبدا. أولهم حزقيل مؤمن آل فرعون الذي جاء ينصح موسى بمغادرة مصر لأن القوم يأتمرون عليه. الشرطة عرفت أنه قتل واحد، ويعني المعركة تكررت ثاني يوم وكاد يقتل هذا الرجل الثاني، جاء ينصحه أنه هو يغادر مصر. قال حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب ياسين وعلي سباق الأمم، يعني من غير الأنبياء والمرسلين أول من يدخل الجنة ثلاثة دول. فقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. طيب يأتي بعد ذلك أن موسى خرج من مصر طبعا بغير زاد وبغير استعداد وبغير ترتيب، والمنطقة طبعا في جنوب سيناء منطقة جبلية وعرة معقدة جدا، وأنا عملت فيها يعني أعرف ظروف المنطقة. كيف مشى موسى؟ لا معه طعام ولا معه شراب ولا معه حماية ولا معه سلاح ولا معه شيء. مشى حتى وصل إلى مدين. كثير من الناس هنا في هذا البلد المبارك يعتبر أن شعيب عاش في الأردن، وهذا غير صحيح. مدين عبارة عن مثلث من الصخر، يعني بين خليج العقبة والبحر الأحمر. خليج العقبة يميل إلى الشمال الشرقي، والبحر الأحمر بيميل إلى الشمال الغربي. بينهما هذا المثلث اسمه مدين بلوك، كتلة مدين، ولا يزال فيه عين أو بئر اسمها بئر شعيب، يعني محاطة بسلك شائك معروفة إلى الآن. وشعيب عليه السلام عاش في هذه المنطقة. ف يعني ما أعرفش هنا عندكم وادي شعيب وعندكم قبر شعيب، هذا غير صحيح. يعني شعيب لم يدخل الأردن ولكنه عاش ومات ودفن في مدين. ومدين يعني كتلة من الصخر كبيرة موجودة ما بين خليج العقبة والبحر الأحمر. يعني فودت أن أنبه إلى ذلك يعني للأهمية. بعد ذلك تنتهي الآيات في قصة موسى عليه السلام بالإشارة إلى هامان مرة أخرى، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. شوف الفجر، يعني بشر ضعيف هزيل يدعي أنه إله، يعني وعندنا يعني مدعين كثيرين في زماننا هذا. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنهم من الكاذبين. يعني الإنسان لما الكفر يأخذه إلى هذا الحد، يعني شيء رهيب حقيقة أن يتخيل أنه إله وأنه ما فيش إله غيره، وعايز هامان يبني له برج حتى يطلع إلى إله موسى. يعني البرج في هذا الزمان كان يعني لا يتعدى يعني 10 أمتار مثلا 15 متر، لا يعرف المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر، أن قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا الآن يزيد على 14,000 مليون سنة ضوئية. 14,000 مليون سنة ضوئية. طيب يعني اطلع على إله موسى فيه، وربنا تبارك وتعالى عرشه فوق السماء السابعة، يعني الكون كما نتصوره الآن يعني 7 كرات عظيمة هي السماوات السبع،
مركزها الأرض، نقطة ضئيلة جدا، والأرضون السبع في داخل هذه الأرض، ويحيط بالسماوات السبع والأرض السبع، يحيط بهذا البناء كله كرسي العرش، وفوق كرسي العرش العرش، والله فوق ذلك كله، والله لا يحده مكان ولا زمان. يعني لابد أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن حدود المكان والزمان. فالمغفل هذا عايز هبان يبني له دورين ثلاثة يطلع عليهم يطلع على إله موسى، كما نرى في زماننا كثير من الملاحدة والضالين يعني ينكر الحق وهو بين واضح. يعني هذا المغفل لو نظر إلى السماء وعظمتها وإلى كثرة النجوم في السماء لأدرك أن الله فوق ذلك كله، لكن عايز يبني له دورين عشان يطلع إلى موسى. وهكذا أهل الباطل دائما، يعني والله نسمع من بعض يعني الملاحدة والمشركين ودعاة المادية في زماننا أكثر مما قاله فرعون موسى لهامان. أعلى برج بناه الإنسان برج دبي 828 متر، وبيفاخر به، لكن هذا في فسحة السماء الدنيا يساوي شيء؟ لا يساوي شيء. يعني بقول مثلا بين الأرض 150 مليون كيلو متر، يعني أهل دبي فرحانين 828 متر، يعني لا يمثل شيء أبدا يعني في بناء الكون الذي يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق. ثم تنتقل الآيات لغرق فرعون، وموريس بوكاي أسلم بقصة غرق فرعون، ويمكن أنا حكيت هذا الكلام من قبل، مش داعي أنا أدخل فيه بالتفصيل، لكن استوقفه: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني هو يطارد موسى يعني ومعاه سلاحه ومعاه جيشه كبير، فأمر موسى يعني ضرب خليج السويس بالعصا فانشق، ووقف الماء كالطود كالجبل العظيم، ويبست الطين يعني في الجزء الذي انفتح، وعبر موسى والذين كانوا معه إلى الضفة الشرقية من خليج السويس. ولا يزال إلى يومنا هذا هناك ثلاث آبار سموها عيون موسى، منطقة كاملة اسمها منطقة عيون موسى مقابلة لمدينة السويس تماما، وأيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والغريب أن الآبار الثلاثة الباقية يعني على خط مستقيم كأنها ضربت عصا، كأنها يعني عصا واحدة ضربت الأرض فانفجرت منها 12 عينا. أذكركم بما قلت عن موريس بوكاي، أن بعد يعني زيارة السادات للقدس العرب أوقفوا المعونة عن مصر، فجاء اليهود وذهبوا للسادات وقالوا له: نحن نستطيع أن ندر عليك أضعاف أضعاف المعونة العربية لو أعطتنا الآثار المصرية نمر بها في أوروبا وأمريكا. ناس يعني مغرمة بالآثار وبالتاريخ القديم، الأمريكان بالذات لأن ما لهمش تاريخ، يعني أمريكا عمرها لا يزيد عن 200 سنة. وإحنا كنا في أمريكا يعني في أوائل السبعينيات وشفنا عرض الآثار هذه، والله الناس يقفوا من الساعة واحدة يعني تحت مطر غزير ينتظروا الساعة 8 صباحا يفتح باب المتحف. هذه المومياءات يعني نتيجة للرطوبة في أوروبا وفي أمريكا تعفنت. لما رجعت لمصر فالأثريون اشتكوا للسادات أن المومياءات كلها بدأت تتعفن، فاستنجد السادات باليونسكو فوزعوها على دول العالم. الفرنسيين بالذات طلبوا مومياء الخروج، موسى له فرعونين مش فرعون واحد، فرعون للاضطهاد وهو رمسيس الثاني، وفرعون الخروج وهو ابنه اسمه منفتاح الأول أو مرنبتاح الأول. فطلبوا منفتاح هذا جثمانه مخصوص، واستقبلوه، طلع من فرنسا استقبلوه في المطار استقبال ملكي، وادوا له التحية العسكرية، وبعدين عرضوه على التلفزيون الفرنسي، عملوا له محاكمة وجابوا له محامي يدافع عنه وحكموا عليه بالإعدام. يعني مش هو ميت ورمى من آلاف السنين، حكموا عليه بالإعدام. فالمهم بعد ما المسرحية هذه أحالوها لجامعة سوربون، وكان بوكاي أستاذ الجراحة في هذه الجامعة،
فقالوا شوف لنا البني آدم ده يعني كيف نعالجه. بيقولوا أنا بفك الأربطة حوالين جسده، اتنطرت يده اليمنى بعنف شديد، فأدركت أنه في أثناء التحنيط أجبروا هذه اليد على الانضمام إلى صدره، لأنها كانت تشنجت يعني نتيجة فجائية الموت أو الغرق تشنجت، كان بمسك حصانه ولا درعه بهذه اليد فتشنجت. فالمهم فكيت اللفائف اللي حول الجسد وبدأت أدرس الجسد، فوجدت أن هناك كسر صغير في الجمجمة. صورت داخل الموميا هذه، وجدت جسمه مليء بملح الطعام، فأدركت أن هذا الرجل مات غارقا ومات في معركة عسكرية. وجلست طول الليل أكتب في هذا التقرير، وأنا بتخيل أن اكتشفت اكتشاف عظيم. في الصباح بعرضه على المصريين اللي جاءوا مع الموميا، فضحكوا قالوا يعني نحن نعرف ذلك. قالوا تعرفوا منين؟ أنا لسه دارس الموميا دي أمس. قالوا القرآن يقول له اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه الإشارة البسيطة يعني أقنعت موريس بوكاي أن يقرأ القرآن الكريم، فقرأ القرآن الكريم مترجم من اللغة الفرنسية، ثم تعلم اللغة العربية، ثم قرأ القرآن باللغة العربية، وكتب على إثر ذلك هذا الكتاب الرائع التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. استعرض الإشارات العلمية في العهدين القديم والجديد، وأثبت بمنتهى السهولة أن هذه الآيات يعني أبعد ما تكون عن العلم وأبعد ما تكون عن الصحة. وبعدين استعرض عدد من الآيات القرآنية في القرآن الكريم، وقال أنا أؤمن أن الكتاب الكتب الثلاثة مصدرها واحد، مصدرها الله سبحانه وتعالى، لكن الكتابين الأولين فقدوا اللمسة الإلهية لأنه حرفوا عدت صياغتهم بأقلام الناس في زمن لم يكن فيه علم، والقرآن بقي محفوظا بهذه اللمسة الربانية التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بمنحها للقرآن الكريم. والله يا أخواتي يعني الحقيقة أتمنى لو أن هذا الكتاب يعاد طبعته، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، لأنه ورقة دعوة صامتة من إنسان اسمه موريس بوكاي، يعني مهم جدا ذلك. القرآن هنا يقول فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بعد هذا العرض التاريخي الصورة تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الخطاب في الآيات 44 ل 59 خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ربنا تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يعني بينبهنا إلى أهمية هذه الوقائع التاريخية في الدعوة إلى القرآن الكريم وفي الدعوة إلى صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هنا الكلام عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أسلموا بمجرد سماع القرآن الكريم يتلى عليهم أو سماع وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. ونعلم جميعا قصة النجاشي كيف رد على رسائل أهل مكة، ويذكر لنا تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في 70 من القسيسين، بعثهم النجاشي
فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة ياسين حتى ختمها، فجعلوا يبكون وأسلموا جميعا، ونزلت فيهم هذه الآيات. نزلت أيضا في وفد من نصارى نجران الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول أهل الأخدود، يعني كانوا نصارى موحدين، يعني أمة موحدة، ليسوا كنصارى هذه الأيام. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران، فأسلموا بسماعهم القرآن يتلى عليهم. وقيل أن الكتاب، أن أهل الكتاب زي عبد الله بن سلام يعني وأمثاله الذين أسلموا بمجرد لقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وده بيؤكد على ضرورة الدعوة. يعني واجب على كل مسلم ومسلمة أن يبذل ما في إمكانه من التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول الآيات للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وذي نزلت في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، اللي بيدعي يعني الشيعة أنه أسلم وأنه مات على الإسلام، يعني تعظيما لشأن سيدنا علي عليه رضوان الله. ولكن الإجماع أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكنه لم يقلها، يعني لما دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وجد صناديد قريش يحرضونه على ألا يسلم، يعني والرسول حريص على النجيه لأنه كان يعني من أحن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباه في بيته ورعاه ودافع عنه يعني حمية، يعني ودخل معه يعني شعب بني هاشم وتعرض لهذا الظلم عام 3 سنوات. فكان الرسول يحب عمه حبا جزيلا وأراد أن ينقذه من النار، فقالوا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان صناديد قريش يقولوا له: أبدا، يعني لا تتنازل عن ملة يعني أهلك وقومك وشعوبك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فنزلت في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول في فضل الذي يعني يؤمن بنبي قديم، وبعدين لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم آمن برسالته، امتدح هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك آتى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. يعني دول لهم فضل كبير عند رب العالمين. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الحديث عن رب العالمين: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ما تكن صدورهم هنا إشارة إلى القلب مرة أخرى. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. بعدين الإشارة الكونية الرئيسية في هذه الصورة المباركة جاءت في 3 آيات، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أإله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة
من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكثير من الناس لا يدرك قيمة تبادل الليل والنهار، يعني من أعظم الآيات الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق تبادل الليل والنهار. وقلنا مرات عديدة أن جميع الكائنات الحية على الأرض لا تتحمل العيش في ضوء الشمس باستمرار ولا تتحمل العيش في ظلمة الليل باستمرار. وهذا التبادل يعني دليل يقنع أي عاقل بأن هذا الكون لم يأت صدفة، بل إن كل أمر من أموره يعني تم بحكمة بالغة تدل على عظمة الخالق الذي أبدع هذا الكون. كيف يتبادل الليل والنهار؟ ربي جعل الأرض كوكب يدور حول محوره، وجعل المحور هذا يميل يعني ميل حوالي 23 درجة على مستوى مدار خط الاستواء. طبعا الدوران هذا يجعل نصف الأرض يكون في ضوء الشمس والنصف الآخر يكون في ظلام الليل، وينسحب يعني ظلام الليل بالتدريج كلما أقدم عليه ضوء الشمس. الآيات توضح هذا في كلمات بسيطة جدا، قل أرأيتم، يعني يخاطب الناس كلهم، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لو كنتم في ليل مستمر هل تصبح الحياة على الأرض لها قيمة، لها متعة، لها يعني استقامة؟ مش ممكن. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. واستغرب القارئ للقرآن الكريم لماذا جاء السمع هنا، يعني نتكلم عن الليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. طيب إيه علاقة السمع؟ يعني كان المفروض يقول شيء آخر، يعني الناس تتخيل ذلك، لكن في ظلمة الليل وسيلة الاتصال هي الصوت، وسيلة الاتصال هي السمع، فيش غيرها. الواحد في ظلمة الليل لا يرى شيء، نعم. لكن شوف من دقة القرآن الكريم يعني. وبعدين أما قل أرأيتم إن جعل الله عليكم سرمدا، أي جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لأن وسيلة الاتصال الرئيسية في نور النهار هي البصر. فشو روعة القرآن، يعني الواحد لما يتأمل يعني لا يجوز أن يمر المسلم على هذه الوقفات كده مرور الكرام، لازم يسأل نفسه يعني لماذا جاء السمع بالليل وجاء البصر بالنهار. لأن وسيلة الحس الرئيسية في ظلمة الليل هي الصوت، هي السمع. وسيلة التواصل الرئيسية في وضح النهار هي البصر، هي الرؤية. وهذه لفتة من أروع اللفتات التي تدل على الدقة الفائقة لكلام رب العالمين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، سرمد يعني أبدي لا ينقطع، سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ويختم الآيتين دول بقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضل الله في النهار حتى تكونوا شاكرين لرب العالمين. وأكرر مرة أخرى أن تبادل الليل والنهار من أعظم الدلائل على الإحكام الشديد في خلق الكون الذي نحيا فيه، لأن كل الكائنات الحية الأرضية لا يمكنها أن تحيا في ضوء الشمس باستمرار ولا يمكنها أن تحيا في ظلمة الليل باستمرار. بعد أن تنتقل الآيات مرة أخرى إلى قصة موسى عليه السلام، وهنا يعرض لقارون. وقارون كان أحد الأثرياء الكبار في زمن فرعون موسى، وكان
الله قد من عليه بثروة طائلة. والقرآن يقول: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فبيورينا يعني النهي عن الاغترار بالثراء، النهي عن الاغترار بأي قوة مادية في هذه الحياة، لأن واهب القوة هو الله سبحانه وتعالى، واهب المال هو الله سبحانه وتعالى، واهب الملك هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان إلا أن يكون شاكرا لله على نعمه وعلى أفضاله، ولا يغره ذلك، لأن يعني الفرح النابع عن الغرور يؤدي إلى شيء من الاستعلاء في الأرض. لكن ليس معنى الآية أن الله يكره الفرح للإنسان، لا، الفرح المبني على الشكر لله والمعرفة بأن الفضل لله وأن النعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني فرح مطلوب حقيقة يعني. لكن الفرح المصاحب بالغرور والاستعلاء في الأرض والبهرجة الزائدة، هذا الذي يمقطه رب العالمين. ومن العبر في استعراض القرآن الكريم لقصة قارون، يعني أربع مرات جاءت في القصص هذه الصورة التي نحن فيها، مرتين 76 و79 جاءت صورة العنكبوت، صورة غافر. الهدف من ذلك هو التأكيد على أن ما يمن به ربنا تبارك وتعالى على عبد من عباده من الرزق ليس دليلا على رضاه، يعني ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى. يعني ترامب عنده ملايين، محمد بن سلمان عنده مليارات، يعني ليس الثراء دليل على الرضا، لكن الثراء الناتج عن الشكر لله سبحانه وتعالى، على الإنفاق في سبيل الله، على معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا يعني الذي يفرح به الإنسان. لكن الثراء المجرد عن العرفان بفضل الله سبحانه وتعالى قد يكون مصيبة لصاحبه. التأكيد على أن ما يمن به ربنا تبارك وتعالى على عبد من عباده من الرزق ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنه، ولا أن التضييق في الرزق يمكن أن يكون دليلا على عدم الرضا عنه، وذلك لأن الله تعالى يقسم الرزق بين عباده بعلمه وحكمته وقدرته وبمعايير قد لا يستطيع الإنسان إدراكها. قارون جاء ذكره في العهد القديم، يسموه قورح، ويدعون أنه خرج مع موسى وأن عملية الخسف به وبماله تمت خارج مصر، وهذا غير صحيح. يعني عندنا بحيرة في الفيوم اسمها بحيرة قارون، وعندنا قصر قارون، ولو المصريين شطار وعايزين يدوروا على ثروة قارون عندنا أجهزة الآن يعني تكشف أي شيء معدني تحت الأرض، يعني عايزين يطلعوا مصر من ديونها يجيبوا أجهزة العلماء ويدوروا على ثروة قارون. القرآن يقول: وإن مفاتحه يعني لتنوء بها العصبة أولي القوة، مجرد المفاتيح يعني ما يقدروش يروح. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني مش بفضل الله، مش معترف لله بالفضل، إنما أوتيته على علم شطرتي، أنا جمعت هذا المال بشطرتي. يعني لا يعترف بالفضل لله سبحانه وتعالى. وبعض المعاصرين له طبعا فتنوا بهذه الثروة طائلة، يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا صابرون. فالقرآن يقول: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني أي صاحب نعمة لا يعترف بأن الفضل فيها لله سبحانه وتعالى معرضة هذه النعمة للزوال بشكل من الأشكال. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تبنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وبعدين خاتمة الصورة
تذكير بالآخرة، لأن القرآن مكي. صحيح، مرة يستخدم الآيات الكونية في الدعوة إلى الإيمان، ومرة يستخدم القصص القرآنية للعبرة وفي الدعوة للإيمان كذلك. يعني يقول ربنا تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والله يا أخوات، كثير من الذين يقرؤون القرآن الكريم لا يفهمون يعني إيه. بيقول الرسول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني هذه الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو طالع من مكة، هو في منطقة اسمها الجحفة، فنزل الله يطمئنه أن الله سرقاني وأنك ستعود إلى مكة. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ نزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر. ختام الصورة النهي عن الشرك. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نحن نرى الآن كل شيء في الوجود يخلق ويبلغ أشده ثم يموت. نرى الإنسان يعني يمر بهذه المرحلة ونهاية الموت. نرى الحيوان نهاية الموت، النبات نهاية الجفاف والتحول إلى تراب الأرض. نرى النجوم والكواكب والمجرات تخلق وتموت، وهذا وحده كاف للتدليل على حتمية الآخرة، كاف للتدليل أن لهذا الكون سيد واحد هو رب العالمين، كاف للتدليل على حتمية البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط. وهذه كلها أمور غيبية لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا ببيان من الله سبحانه وتعالى. لذلك ختمت هذه الصورة المباركة بهذا القول الرباني الشريف: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهذا ختام الصورة، وأرجو أن نكون قد استمتعنا بما جاء فيها من عظات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.